باسم رب الكون أبدا حط لبيات الجزيلة بالصلاة على النبي ثم تسلمي بعدها من بعدها نبتدي ترحيب وباللحن النشيلة من ضيوف الليل في الحفلة وكل من قصدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عدي ما لحد طروق وعدي ما حنحن رعدها يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا وجه النورها بالشمس لا قد تبقى منها رايد سعود مبروك يا ذخر القبيلة يا الفريد النادر اللي كل جزلة تعتمدها ألف مبروك التخرج في المعارف الجزيلة بالعزيمة والإرادة كل أحلامك تجدها اتنخب فعلك يا رايد والفخر باسمك نشيلة وانت ذخر للمراجل وانت يا رايد سندها بمجال الطب دايم نشهد لك حنا لجيلة نشهد انك للمواقف سيفها وانت اسدها كليات الطب متفوق طبتي ما يمكن تطولها من علوم من فعول وما حد غيرك وردها يا نسل شيخ عريف الساس ووصفه نبيلة هو سعود القرمذي من المكارم تستندها من مشاعل يجيبون الصعيب المستحيلة الرجال اللي تشرف من نساها ومن نشدها نبيت حرب رمز الجود يا نعم القبيلة القبيلة اللي تعين العائلة جهة وقصدها والف مبروك وعسى الافراحك اليوم وليلة والسعادة درب اقربك واحبابك تجدها رب الكون ابدا خط لبيات الجزيلة بالصلاة على النبي ثم تسلمي بعدها من بعدها نبتدي ترحيب وباللحن النشيلة من ضيوف الليل في الحفلة وكل من قصدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عدي ما لحد طروق وعدي ما حنحن رعدها يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا وجه النورها بالشمس لا قد تبقى منها رايد سعود مبروك يا ذخر القبيلة يا الفريد النادر اللي كل جزلة تعتمدها ألف مبروك التخرج في المعارف الجزيلة بالعزيمة والإرادة كل أحلامك تجدها اتنخب فعلك يا رايد والفخر باسمك نشيلة وانت ذخر للمراجل وانت يا رايد سندها وبمجال الطب دايم نشهد لك حنا نجيلة نشهد انك للمواقف سيفها وانت أسدها كليات الطب متفوق طبتي ما يمكن تطولها من علوم من فعول وما حد غيرك وردها يا نسل شيخ عريف الساس ووصفه نبيلة هو سعود القرمذي من المكارم تستندها من مشاعل يجيبون الصعيب المستحيلة الرجال اللي تشرف من نساها ومن نشدها نبيت الحرب رمز الجود يا نعم القبيلة القبيلة اللي تعين العائلة جهة وقصدها والف مبروك وعسى الافراحك اليوم وليلة والسعادة درب اقربك واحبابك تجدها هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق او الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021